ومشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة فعاليات المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره العراقي. بحث في القضايا الدولية والإقليمية الملحة، فتوصلنا إلى التطابق والتقارب كامل لوجهات النظر. وإذا نحكي باختصار، اتفقنا على أنه يجب احترام بشكل كامل الشرعية الدولية. Мы одинаково смотрим на пути выполнения резолюции 2254 по урегулированию сирийского кризиса и включая ликвидацию остатков террористических банд в Сирии и на территории соседнего Ирака. وننظر بنفس الاتجاه وبنفس الطريقة فيما يخص بضرورة تنفيذ أحكام القرار الأممي رقم 2254، وكذلك ضرورة تسوية القضية السورية على أساس هذا القرار، إلى جانب ضرورة التعاون فيما يخص بإزالة ما يتبقي من مجموعات إرهابية مسلحة في كل من سوريا والعراق. Мы дали высокую оценку деятельности Багдадского информационного центра, в работе которого принимают участие Ирак, Россия, Сирия и Иран. وقمنا بإشادة لنتائج الأعمال والنشاط لمركز بغداد المعلوماتي الذي يشارك في عمله كل من روسيا والعراق وإيران والعراق وإيران وسوريا. Мы проинформировали наших иракских партнеров о работе, которая проводится в астанинском формате по скорейшему запуску деятельности Конституционного комитета для проведения политических реформ в Сирийской Арабской Республике. وكذلك أخبرنا أصدقائنا العراقيين عن عملنا في إطار أستانا بما في ذلك فيما يخص بضرورة إطلاق نشاطات اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل التوصل إلى التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية. Мы говорили также о задачах обеспечения безопасности на иракско-сирийской границе, в том числе с учетом заявленного намерения США вывести свой воинский контингент из Сирии. Говорили о ситуации, которая складывается после одностороннего выхода Вашингтона из договоренности по иранской ядерной программе. И говорили о тупике, который, к сожалению, сложился и сохраняется в сфере палестино-израильского регулирования. وكذلك بحثنا في مواضيع والقضايا الخاصة بضمان أمن على الحدود العراقية السورية، بما في ذلك اعتبارا لما أعلنته الولايات المتحدة من نية سحب قواتها من سوريا. وكذلك بحثنا الوضع الحالي بعد انسحاب هذا الجانب للولايات المتحدة من تنفيذ خطة أعمال الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني. وكذلك بحثنا المأزق أو مستنقع اللي موجود الآن للأسف الشديد فيما يخص بالتسوية العربية الإسرائيلية. Мы подтвердили приверженность имеющейся международно-правовой базе палестино-израильского, арабо-израильского регулирования и выразили серьезную озабоченность продолжающимися попытками подорвать эту базу, равно как и другие международно-правовые инструменты, которые определяют сотрудничество государств в целом ряде областей. وكذلك أكدنا على تمسكنا بالقاعدة الشرعية الدولية فيما يخص بالتسوية العربية الإسرائيلية، وعبرنا عن قلقنا الشديد لمحاولات تخريب هذه القاعدة وغيرها من الآليات الدولية التي تخص التعاون الدولي في مجالات مختلفة. Господин министр любезно пригласил меня посетить с ответным визитом Ирак, я с удовольствием это сделаю. Спасибо. ومعالي الوزير كان لطيف جدا ودعاني لزيارة العراق، فأنا بكل سعادة ألبي هذه الدعوة. شكرا. شكرا معالي الوزير، أولا شكرا على استضافتكم والوفد في موسكو، وهذه أول زيارة لي في موسكو،
وتشرفت بالضيافة الروسية في موسكو. Спасибо большое, господин министр. Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за хорошее российское гостеприимство, которое проявляется в мой адрес и в адрес сопровождающей делегации в Москве. Это первый визит для меня и большая честь. مع الوزير يرتبط العراق وروسيا الاتحادية بعلاقات تاريخية وشراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1944 وفي هذا العام ستكون هناك مرور 75 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. Уважаемый господин министр, Россию и Ирак связывают исторические отношения, отношения стратегического партнерства. Они поддерживаются с 1944 года. Нашим дипотношениям исполняется 57 лет. بهذه المناسبة نحن نكون مسرورون إذا جنابك تفضلت بزيارة العراق في هذه المناسبة وسنعمل على إقامة أنشطة ثقافية وسياسية وبتعاون وتنسيق أيضا مع السفارة الروسية في بغداد وسفارتنا في موسكو حيث يشهد هذا العام توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج المشتركة بين البلدين. И мы будем очень рады, господин министр, если вы сможете посетить Ирак в данной связи, в связи с упомянутой годовщиной, для того, чтобы мы, в свою очередь, провели там всевозможные политические и культурные мероприятия, в том числе с задействованием наших посольств в Багдаде и в Москве, и, значит, максимально хорошо это все отметили. في هذا الاجتماع ناقشنا مع معالي الوزير وفريقه ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول كان العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والعراق، والمحور الثاني هو القضايا المتعلقة القضايا الإقليمية. ناقشنا القضايا المتعلقة بسوريا وفلسطين وأيضا القضايا المتعلقة بإيران، والجزء الثالث وهو المحور المتعلق بالعلاقات الدولية وأيضا ناقشنا في هذا الجانب عدة محاور. Сегодня наш разговор, наши переговоры касались трех основных разделов. Первое, мы обсудили двусторонние отношения между Россией и Ираком. Во-вторых, обсудили региональную ситуацию, положение в Сирии, в Палестине, а также вокруг Ирана. Вот третьей группой тем была ситуация в международных отношениях. В рамках этой части мы также обсудили несколько вопросов. في المحور الثنائي تحدثنا بشكل صريح وواضح عن الاستثمارات بالنسبة للجانب الروسي في مجال الطاقة والغاز والكهرباء وأيضا الدخول في إعادة الإعمار والمجالات الأخرى الصناعية والنقل التي تعتبر مهمة جدا. أيضا تباحثنا في التعاون في الملف العسكري والدعم الكبير اللي قدمته الحكومة الروسية للعراق في دحر داعش. В части, касающейся двусторонних отношений, мы в четкой и ясной форме обсудили проблематику российских инвестиций в иракскую энергетику, в газовую и другие сферы, обсудили проблемы восстановления сотрудничества, восстановления Ирака, сотрудничества в других важных областях, таких как промышленность, транспорт. Обсудили, естественно, и проблематику военного сотрудничества. В частности, подчеркнули важную роль, которую сыграла Россия в борьбе с ИГИЛ. قدمنا شكرنا لفخامة الرئيس بوتين وللحكومة الروسية على دعمهم في مواجهة خطر داعش في العراق والنصر على داعش وأيضا التعاون الأمني ومستوى التنسيق الرباعي اللي في مقره في بغداد. Мы также выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству Российской Федерации за помощь, оказанную в борьбе с ИГИЛ и уничтожением его остатков. Также обсудили сотрудничество в области безопасности, в том числе в том, что касается работы четырехстороннего комитета в Багдаде. من ناحية التبادل الثقافي احنا نشكر
الحكومة الروسية على استضافة 4000 طالب عراقي في الجامعات الروسية، وأيضا هناك تعاون في تدريب الدبلوماسيين العراقيين من وزارة الخارجية في وزارة الخارجية الروسية. الآن يصل عدد المتدربين حوالي إلى 105، وهذه زيادة طفرة نوعية يعني في العلاقات بين البلدين. Мы также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества и обмена в культурной области, выразили благодарность Российской Федерации за то, что 4000 иракских студентов обучаются в российских вузах. Также мы благодарны за подготовку наших дипломатов в системе МИД России. Их количество достигает порядка 105 человек. Это очень важный момент, элемент нашего сотрудничества. كما تبحثنا في زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة حجم هذا التعاون بين روسيا والعراق. Мы также обсудили важность развития торгово-экономических отношений между нашими странами, в том числе необходимость повышения товарооборота. في المحور الثاني تبحثنا بشكل تفصيلي وخاصة على قضية سوريا ودحر الإرهاب في سوريا، كما قضينا في العراق ودحرنا الإرهاب في العراق. كانت المباحثات واضحة، وأيضا تحدثنا عن آليات العمل لاستقرار سوريا. اتفقنا على أن تكون القرارات الدولية وخاصة قرار 2254، وأيضا أن تكون وحدة سوريا هو الوحدة الأساسية والعمل الأساسي اللي تكون سوريا دولة مستقرة ذات سيادة كاملة على جميع أراضيها، وأيضا في وهناك حكومة واحدة في دمشق إن شاء الله. В части, касающейся второго раздела, мы подробно обсудили региональные проблемы, особенно ситуацию в Сирии, в том числе через призму борьбы с терроризмом, подчеркивая, что это в Сирии надо сделать так же, как было сделано в Ираке. Обмен мнениями проходил очень четко и понятно. Мы выступили в поддержку независимости и необходимости стабилизации Сирии на основе соответствующих международных решений, прежде всего резолюции 2254 СБ ООН. Мы подчеркнули важность сохранения единства Сирии, важность сохранения ее стабильности, восстановления суверенитета над всеми территориями. Высказались за то, чтобы, дай Бог, у Сирии было единое правительство в Дамаске. أيضا أوضحنا لمعالي الوزير دعم الحكومة العراقية وجهود الحكومة العراقية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وأهميتها. Мы также с господином министром обсудили и вопрос того, что правительство Ирака поддерживает необходимость восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств. تحدثنا بالتفصيل أيضا عن القضية الفلسطينية كما ذكر معالي الوزير. ونحن مع الحل السلمي في هذه المنطقة، وهناك وإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة للعرب. Также мы детально обсудили проблематику палестинского регулирования, как упомянул господин министр. Мы вместе выступаем за достижение мирного решения в этой части мира, создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Исходим из того, что палестинская проблема является общеарабской проблемой номер один. نحن ذكرنا لمعالي الوزير أن موقف العراق واضح في عدم الدخول في أي محور ضد جارة إيران. Мы также с господином министром четко обсудили, четко представили господину министру позицию Ирака в отношении любых попыток создания антииранской оси. Иншаллах, в الاجتماعات القادمة مع المسؤولين سوف نتباحث عن العلاقات الثنائية واللجنة المشتركة الاقتصادية بين العراق وروسيا. وشكرا جزيلا. И с Божьей помощью в ходе дальнейших встреч с российскими представителями мы сможем детально обсудить двустороннюю проблематику, в том числе в том, что касается межправительственной комиссии. Большое спасибо. Переходим к вопросам. Пожалуйста, Али Шрак. Саламу алейкум, муаль вазир. Мухаммад Имад мин аль-Ирак.
سؤال الأول حول مستوى التعاون التجاري بين العراق وروسيا، لا سيما وأن العلاقة التاريخية بين العراق وروسيا علاقة وثيقة، وروسيا اليوم تدعم العودة القوية لبغداد بأخذ دور محوري في المنطقة. ما هو أوجه التعاون الاقتصادي وكذلك الأمني لا سيما في المنطقة وكذلك في سوريا بالتحديد؟ ما هي مواقف العراق من التوجهات الحاصلة الآن من قبل الحكومة الروسية؟ أوجه التشابه بين الحل الأزمة السورية، هذا من جانب. من جانب آخر موضوعة التعاون واللجنة الثنائية المشتركة، هناك ستعقد لجنة عراقية مشتركة بين العراق وروسيا مستقبلا، أي الاتفاقيات من الممكن أن تبرم بعد هذه اللجنة؟ سؤالي للسيد سيرجي فيكتوروفيتش، ومن يابا بروستكوي مجدو يراكم يرسيه سلوجيلس دابني دروجيسكي اتنشيني كك موجن اسبولزت ايخ باتن سند لان الجينيا بوليا تنسا ستروجن سفيرا بز اباسنات في ريجون بليجنا واستوكا اي في سيريا اي كاكيه بازيتسي близкие позиции в регионе, позиция Сирии, Ирака, вопрос Сирии. Можно, как Ирак играет высшую роль в переговорах в будущем, участвует и в каких еще экономических направлениях Масова, Багдад планирует сотрудничать? Спасибо. بالنسبة للسؤال الأول على مستوى التعاون التجاري، طبعا احنا نطمح أن يكون مستوى التعاون أكبر. في مجال الطاقة والغاز المستوى الآن لا بأس به، ولكن بالنسبة للتبادل التجاري نطمح أن يكون هناك زيادة في التبادل التجاري بين روسيا والعراق، أعتقد هذا مهم جدا. بالنسبة للمواقف وتشابه المواقف، نحن اتفقنا بالحوار عن الوضع في سوريا، واتفقنا أن وجود العناصر الإرهابية يهدد البلدين العراق وسوريا، وبالتالي العمل المشترك مع روسيا الاتحادية في المنطقة سوف يساعد، سواء كان التعاون الأمني والتعاون العسكري المشترك، وأيضا تبادل الآراء في هذا المجال يساعد في هزيمة داعش إن شاء الله. تباحثنا بشكل مباشر عن إدلب وآليات العمل على إزالة المقاتلين أو الإرهابيين من هذه المدينة. Что касается первого вопроса, то, естественно, мы обсуждали проблематику экономического сотрудничества, выразили удовлетворение в целом состоянием экономических отношений, но сошлись в том, что, естественно, в этой области нам надо сотрудничать больше. В части, например... نستقبل الآن هاتفيا للتعليق على هذا المؤتمر الصحفي دكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي. دكتور وسام أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. إذن هذا المؤتمر الصحفي ما بين وزير الخارجية الروسي ونظيره العراقي تناول عدة محاور، دعني أركز مع حضرتك في البداية على العلاقات الروسية العراقية والبروتوكولات التي سيتم التوقيع عليها والاتفاق عليها بشأن مسألة إعمار العراق ومسألة الاستثمارات الروسية في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه الآن روسيا دخلت على الخط مع الحكومة العراقية في سبيل تقويض الوجود الأمريكي داخل العراق، وأعتقد أنه هناك علاقات قوية تربط ما بين روسيا والعراق وإيران وسوريا وبعض الدول المحيطة ولبنان وغيرها. لذلك أعتقد الآن روسيا تريد أن تضع قدما في العراق في سبيل أنه كما قلت لك تضييق الخناق على أمريكا، على أن يكون هناك اتحاد قوي من قبل تلك الدول في سبيل مواجهة أمريكا. في نفس الوقت محاربة تنظيم داعش الإرهابي سيعتمد على تلك الدول، لأن نعلم أنه في بدء الأمر كان داعش أو كان الاتحاد ما بين تلك الدول في طرد داعش الإرهابي من مناطق العراق والآن في سوريا وغيرها في بعض المناطق. لذلك روسيا تريد أن تلعب دورا مهما واستراتيجيا داخل العراق، وكما نعلم هناك صراع ما بين أمريكا وروسيا في سبيل السيطرة على بعض المناطق، لأن أعتقد أنه روسيا تقول كيف لأمريكا تستطيع أن تتحكم بالعالم ولا نستطيع نحن، بحيث أنه روسيا تعتبر من الدول العظمى. لذلك الآن روسيا وخاصة في مجال أيضا كما تعلمين أختي العزيزة
مجال الاستثمار وإعادة البناء وإعادة البناء في العراق تحتاج إلى يعني موارد كثيرة، تحتاج إلى خبرات كثيرة خاصة من روسيا، وكما تعلمين روسيا لديها من الخبراء والكفاءات في سبيل إعادة إعمار العراق. لذلك كما قلت لك أختي العزيزة، تريد روسيا أن تضع قدما في العراق، وأيضا تقويض أمريكا في مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق. نعم. طيب دكتور وسام، كيف تقرأ مسألة التطرق لمسألة الأزمة السورية ومسألة ضرورة حل الأزمة في سوريا بالشكل السلمي، وأيضا مسألة آليات لعودة سوريا مرة أخرى للجامعة العربية؟ أعتقد أختي العزيزة سوريا الآن يعني في موقف لا يحسد عليه في مسألة الصراع الداخلي الذي حدث، وأيضا تنظيم داعش الإرهابي الذي تدخل، وأيضا دخلت الدول جميعها قوات التحالف في سبيل أنه كما يدعون القضاء على الإرهاب في سوريا والتخلص من نظام بشار الأسد. لكن أعتقد أنه الآن سوريا لو أردنا إعادة السلام يجب على جميع الفصائل السورية أن تجلس على مائدة المفاوضات في سبيل أنه حلحلة الأمور الموجودة في سوريا حتى ننهي الصراع في هذه المنطقة الآن التي هي على يعني كما تقولين تغلي على نار. هذه النار يجب إطفاؤها، ويجب أن يكون هناك اتفاق لحل هذه الأزمة السورية الراهنة الآن، وفي سبيل أنه أن يكون للعراق له دور أيضا، إيران لها يكون لها دور، وروسيا يكون لها دور، وتركيا ودول الجوار جميعها أن يكون لها دور في التوصل لحل تلك الأزمة. لذلك أعتقد أنه الدول خاصة التي لها ارتباط بحدود مع سوريا والوطن العربي أيضا جميعا يجب أن نقف وقفة واحدة في سبيل الاتحاد العربي الواحد، وليس التفرقة العربية كما تريد بعض الدول كأمريكا وغير أمريكا، تريد أن تفرق العرب في سبيل أن تسيطر، وهذه كلها تصب في مصلحة إسرائيل. فأمريكا تلعب هذه الخطة وتلعب على الوتر الحساس وتضرب على الوتر الحساس كلها في سبيل إسرائيل. إسرائيل الآن تضرب سوريا وتضرب فلسطين وتغير هنا وتغير هناك، وحتى أنها يعني تريد أن تصل إلى إيران لضرب إيران. لذلك أعتقد أنه الآن التفكك العربي الآن في جامعة الدول العربية لا يجب أن يكون هناك على أساس هذه جامعة الدول العربية وجدت لحل مشاكل الشعوب، وليس يعني كما نقول أن تكون هناك أزمات كثيرة ومشاكل كثيرة لا يستطيع الجانب العربي حلحلتها إلا بتدخل روسي وتدخل أمريكي وتدخل تركي وغيرها من الدول الأخرى حتى تسيطر على موارد ومقدرات الوطن العربي. لذلك أعتقد هذه مسألة عودة سوريا، وفي نفس الوقت مسألة حلحلة الأمور داخل سوريا يجب أن تكون بيد جامعة الدول العربية، في نفس الوقت على أن تكون تلك الدول في مصلحة الخير للعرب وليس في ضد العرب التي يعني تحاول أن تزعزع أمن واستقرار بعض الدول العربية. طيب دكتور وسام، نقطة أخيرة، مسألة التركيز على التبادل العسكري أو المجال العسكري بين البلدين، إحلال روسيا ربما محل الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما إعلان أو رغبة روسيا في محاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، إلى أي مدى بترى بأنها مهمة بالنسبة للعراق؟ كما تعلمين أختي العزيزة في الأنظمة السابقة العراق كان يعتمد على الاتحاد السوفيتي أكثر من ما كان يعتمد على أمريكا. تعلمين أنه الأسلحة العراقية الموجودة في الجيش العراقي وفي القوات الأمنية كانت هي من روسيا أكثرها. الآن بعد تدخل أمريكا وغزو العراق في 2003 بدأت الأسلحة تورد من أمريكا إلى العراق، وبأسعار تضعها أمريكا وتضع عليها شروطا حتى الجانب العراقي يشتري تلك الأسلحة. لذلك أعتقد أن الأسلحة الروسية
الآن والتعاون العسكري بين العراق وروسيا، أنا قلت لك في بادئ الأمر أن روسيا تريد أن تضع قدما حتى تسيطر على المنطقة بالذات في منطقة سوريا والعراق ولبنان وتلك المناطق التي تحاول أمريكا أن تكون لها قواعد في كل الدول العربية. يعني أنت انظري إلى أمريكا، قواعدها انتشرت في الخليج والآن في العراق وفي سوريا وفي عدة دول أخرى موجودة. أمريكا في سبيل هذا كله، في سبيل كما قلت الحفاظ على إسرائيل. ولكن لو أزحنا أمريكا من قواعدها داخل الدول العربية وأن تستقر الدول، أعتقد أنه المنطقة العربية ستستقر استقرارا أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهذا ما ندعو إليه. وأعتقد أنه روسيا تتخذ الخطوة الصحيحة. أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك دكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الجولة من استوديو الآن. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا دائما معنا.